إذا دكتور مصطفى سعادتي ليست للبيع. صح. يعني إن أردنا أن نلخص هذا المشهد التمثيلي البسيط، تعليقك على المشهد. أنا تعليقي أن السعادة توجد في العينين. في العينين؟ أي السعادة هي العينين. بمعنى؟ بمعنى أن إحنا عندنا السعادة والتعاسة، الفرق بينهما هي العيون التي ينظر من خلالها الإنسان. فإذا كانت عيون نحلة فهو سعيد، وإذا كانت عيون ذبابة فهي تلك التعاسة. طيب خلنا نطبقها لو سمحت على البشر، لأن البشر ما نفهم النحل ولا نفهم في الذباب يعني. بس نعرف أن النحل منذ أن يستيقظ صباحا وهو لا ينظر إلا إلى كل ما يمكن أن يأخذ منه رحيقا يصنع منه عسلا، الأزهار يعني، فيبحث عن الأزهار والورود والحلو والسكر، كل شيء حلو، فلا ينظر إلا إلى الحلاوة الحياة. بينما الذباب لا يبحث إلا على البقايا المرمية. سبحان الله. كذلك الإنسان، إحنا نفس الشيء، أول ما تستيقظ إذا رأيت بعيون النحلة ستجد الخير الكثير في الحياة. نعم. تجد صحة وعافية وأمن وناس يحبونك، وتجد في المجتمع شيء الكثير. نعم. تجد في زوجتك، في زوجك، في أبنائك، في كل شيء ستجد بعيون النحلة تجد السعادة. من لا يملك هذه العينين فيملك عيون الذبابة فتلك التعاسة. إذا دكتور خلنا بس خاطب المشاهدين الكرام، وهذه حقيقة لفتة جدا كريمة من ضيفنا الدكتور مصطفى، أن عيوننا هذه هي مصدر أساس في السعادة. أبغيكم الآن وأنتوا تتابعون هذه الحلقة تقيمون عيونكم، لا مش عيونكم يعني لابسين نظارات أو عدسات، لا، قيموها الآن من الناحية اللي تكلم فيها ضيفنا الكريم. هل عيونكم عيون نحل؟ بمعنى أنكم تشوفون أزهار وتشوفون أشياء حلوة وأشياء جميلة، ولا أجلكم الله عيون ذباب بمعنى ما تشوفون إلا الأشياء السلبية؟ والله هاي لفتة جدا كريمة منك دكتور، لأن هذا اللي نحتاجه في البرنامج يعني. وعندي قصة بسيطة يعني استشارة. جاتني إحدى الأخوات تريد استشارة، تريد مساعدتي لها للحصول على الطلاق. تريد الطلاق من زوجها؟ طلق من زوجها. قلت لها أنا متخصص طلاق، إذا تريدين استقرار، سعادة، أسرة، كذا. أنا قلت لها أنا من أسرة كريمة وزوجي كذلك، فما وزوجي يرفض تطليقي، وأنا ما أريد الوصول إلى المحاكم لأن أسرتي وأسرته كذا، أريد طريقة تساعدني بها لأقنع زوجي. فسألتها أسئلة، قلت لي خليني أول شيء أنا أقتنع هذا الزوج لا يصلح، لا يسعدك. هل زوجك بخيل؟ قالت كريم. هل زوجك لا يحترم؟ قال قمة في الاحترام. نعم. هل زوجك لا يبر بأسرتي؟ قالت قمة في بره بأمي. نعم. لدرجة أن أمها تحب أكثر من إخوانها. فبدأت أحصي لها حوالي 11 إلى 13 صفة. نعم. وأنت تنظر بعين النحلة. النحلة. نعم. فوجدت كل الصفات الإيجابية اللي سألتها موجودة في زوجها. نعم. فقلت لها خلاص إن شاء الله أنا الحين اقتنعت، بإذن أعطيني رقم تليفون زوجك وأنا راح أتصرف. قالت خير راح تقنعه؟ لا لا، أنا راح أخليه ما يحتاجك، راح أزوجه بامرأة. نعم. لأن كل النساء ما فيش زوجة امرأة في العالم إلا وتبحث عن مواصفات موجودة في هذا الزوج. أول ما يتزوج يشعر أنه أنت مو محتاجك. أول ما يشعر أنك أن ليس بحاجة إليك راح يطلقك بسهولة. أول ما قلت أكيد وافقت طبعا. ما أعطتني الرقم. نعم. تراجعت، قالت خير إن شاء الله دكتور بعدين. نعم. التقيتها في إحدى الأمسيات في الأمان العام الأوقاف دولة الكويت، حاضرة في الأسرار العلاقات الزوجية الناجحة. نعم. أشوف المرأة ولحقت تزوجت كذا، طلق كذا، في استراحة بعد صلاة المغرب تخيت خير أختي، قالت أبشرك دكتور زوجي تغير. هي اللي تغيرت حقيقة. إيش تغير؟ العيون. العيون بدأت ترى ما لم تره في الأول. فإذا والله هاي خطوة أساسية نريد أن نؤكد عليها، أن الإنسان حقيقة بإمكانه أن يرى أشياء كثيرة. صحيح. لو لبس عين النحلة هذه. صحيح. وترك عين الذبابة. طيب دكتور، ربما من المحاور اللي نود حقيقة أن نؤكد عليها وأنت تطرقت عليها بشكل سريع قبل المشهد التمثيلي، البعض يقول يا أخي أنت ليش طالبني بالتغيير؟ يعني إحنا ما عملنا سلسلة غير حياتك. البعض قال يا أخي أنا ما أحتاج أني أتغير. هل هذا الكلام منطقي؟ لا، هذا كلام، هذه معتقدات خطيرة، أن الذي لا يتغير في الكون كله يفسد. أي شيء، أي لا يتغير، شيء لا يفسد. يتغير يفسد. حتى الماء، حتى في الفقه الإسلامي الماء الذي لا يمشي لا يتغير. نعم. لا يصلح لا للشرب ولا للوضوء. صحيح. والماء الذي يمشي ويتغير حتى ولو كان لنا نرى
مثلا بلون مختلف يجوز الوضوء به وأيضا شربه، لأن التغيير تعني تخلص من عادات سلبية، تعني مقاومة ما يسمى بالروتين، تعني مقاومة الملل، تعني مقاومة التفكير السلبي إلى غير ذلك. فبدون تغيير كارثة على الإنسان، لأن بدون تغيير تعني ضياع ثم عدم الرضا بهذه الحياة ثم ملل وفي الأخير التعاسة. صحيح، يعني معظم البشر اللي نتحاور معهم دكتور ويقول لك أنا ما أشعر بالسعادة، لما تسأله هذا السؤال أنت ما الذي تجدد في حياتك، ما الذي تغير في حياتك بين فترة وأخرى، يقول لك لا شيء. فقول طيب المحصلة النهائية أنك إنسان تعيس، لا شيء، لأنك لم تسعى للسعادة. فإذا التغيير هذا مسألة أساسية وضرورة إنسانية وضرورة كونية، له فوائد. له فوائد، أول شيء منها أن بالتغيير إنسان يتخلص من العادات السلبية، بالتغيير إنسان يتبنى التفكير الإيجابي، بالتغيير إنسان يتعلم المرونة، يصبح مرن قادر التعامل مع أشياء. لو أنا مثلا تعاملت بالتغيير، اشتغلت في أكثر من جهة وتعاملت مع أكثر من ناس، فأنا لن أفاجأ يوما ما بوضعي لأنني تعلمت المرونة. إضافة أن يقال دراسات الأنثروبولوجية تقول أن الديناصور رغم القوة اللي يملك، لأنه لم يكن يملك المرونة والتغيير للتعامل مع تغيرات البيئة انقرض. ممتاز دكتور. عزيزي المشاهد، إذا ما تبغي تنقرض وتبغي تشعر بالسعادة لا تمسك الريموت كنترول، خلي على الأرض، استراحة بسيطة. إننا نشكو لأن الله جعل تحت الورود أشواك، وكان الأجدر بنا أن نشكره لأنه جعل فوق الشوك وردا. دكتور مصطفى، بعد الاستراحة عرضنا على المشاهدين الكرام مقولة حقيقة.